السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه المال فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي جمعان العازمي حياك الله اخوي مبارك الله يحييك نحمد الله بخير مشكور أسألك. على دعوتك لنا ساعة المباركه مكان مكانكم باي كو. وقت حاضرين حياكم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يبارك لك بهالمحميه وهالطيور المحميه اللي عندك جزاك الله خير عسى الله لا يغير عليك جزاك الله خير تسلم لي تسلم ما شاء الله اخونا ابو مبارك ما شاء الله تبارك الرحمن عنده هالطواويس وطيور المحميه بشكل انواع بس احنا اليوم بنتكلم عن طيور الطواويس ابو مبارك كلمنا عن الطواويس بشكل عام ومميزاتها والله الطاووس بشكل عام طير اول شيء طير من اجمل طو... طيور العالم ويمتاز فيه الغرور الطاووس ويمتاز الشغلة الثانية في فرشة هال هالذيل اللي ما شاء الله تبارك الرحمن لما يفرشوا العيون يغازل فيها النثية والطاووس من الطيور اللي تقدر تربيها في الحدائق عندك في المزارع لكن بالبيت صعبة عشان... عشان الصوت. عشان الصوت الصوت شوية مزعج الطاووس حاليا يعني في ما شاء الله تبارك الرحمن كذا نوع بس الانواع اللي عندي اللي مبتدي فيها اللي هو اللون البلاك شولدر واللون الابيض واللون الصخري اللي يسمونه الكاميو واللون البربل اللي هو البنفسجي وعندك الالوان الثانيه بعد الاوبال وايت اي وعندك الـ السيلفر بلاك شولدر وعندك البرونز بلاك شولدر هذه الانواع اللي انا حاليا اربيها، في م. انواع ثانيه جميله وحلوه بس اسعارها غاليه شوي قالية شوي اي لان انا حاليا كهاوي لي زين لكن هم انظر الى السوق، اذا الله وفقني بانتاج الحمد لله ابيع لان انتاج الطاووس ما شاء الله م. تبارك الرحمن بالموسم يكون واجد الله. اي لكن اذا كانت المجموعه اللي عندك من الانواع الفاخره والغاليه السوق ما يبي شيء غالي ما يبي شيء غالي يبي شيء مناسبه يعني ما شاء الله اذا كان السعر غالي ما راح تمشي وايد ما راح تمشي وايد كثر ما, ما, ما اللي يمشي اللي هو اللي هو اللي نقول الالوان الستاندر الالوان الستاندر اللي عليها الطلب لكن عندي الوان ثانيه الحمد لله يعني ماشيه واسعارها ما مناسبه الله. لا ما شاء الله تبارك الرحمن شفنا عندك الوان ما شاء الله جميله الحمد يعني لله يعني يمكن اللي قلت لنا اللي ينقصك يمكن اللي هو الكينج اللي هو اللي قلت لي عنه الطاووس الطاووس اللي هو شو اسمه الجاوه <applause> الجاوه اي هذا الجاوه سبحان الله كان عندي لكن ما توفقت فيه بالانتاج سبحان <applause> الله يعني جميع الطاووس الحمد لله انتجتها لكن نوع هذا ما توفقت فيه كذا يعني انتجت من انواع ثانيه زين لكن منه هو سبحان الله انتاجه كان ضعيف وياي كان, كان ضعيف كلش اي كان ضعيف كلش لله لكن الحمد لله وشنو اللي يميز الطاووس مواصفاته يعني اللي نقول اللي بيختاره هل يميزه شيء يميزه نقول يعني اكثر الحيوانات نقول منقاره شيء زايد جسمه كذي سبحان الله الطاووس اللي يميزه الحين عندنا ما شاء الله الشباب الكويتي هني ما شاء الله ابدعوا في التركيبات واحسن تركيبات الطاووس اللي هو سبولدنج لما تركبه على الانواع الثانيه اللي هو الخليط يطلع لك مثل سبولدنج بلاك شولدر سبولدنج اوبال زين سبولدنج اللي هو البرونز هذه تميز فيها شغله ثانيه هم بالتاج اللي على الراس التاج اللي على الراس بالطيور الثانيه بالطواويس الثانيه يكون التاج مفتوح نفس الكف كذي ولما التركيبات الثانيه اللي هي على السبولدنج يمتاز بال نفس رقم واحد كذي صاف التاج صاف التاج اي صاف التاج الشغله الثانيه الصفار والزراق اللي على الوجه م. الصفار هذا اللي هو يحمله اكثر الطيور اللي هو طير الجاوة م. لكن هم السبولدنج قاعد يحمله لكن مو بنفس صفار الجاوه البيور جاوه تشوفه ما شاء الله صفاره أيوة اكثر والزراق يكون عليه بعد حلو هذه بعض المواصفات اللي بال وما شاء الله لما يه هني بالكويت عندنا يتناسب مع اجواءنا بالصيف درجه حراره 60 وكلش ته من نقول صقيع يعني أه الطاووس طير قوي الطاووس ما شاء الله من الطيور القويه يعني اثبت وجوده بالكويت هني بالاجواء الحاره وبأوروبا بالاجواء حتى الثلوج عايش فيها يعني ما 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 في مشكله علي يعني عليها. ما شاء الله ما فرق لا يعني. لا لا ما فرق ما شاء الله احنا جربت انا لان اول بدايتي فيه ما شاء الله جبته بشهر سبعه اي ما شاء الله يعني حتى العالم يقولون لا تجيب الوقت هذا لكن جربته طير ما شاء الله قوي ويتحمل و... لا لا يتحمل ما شاء الله يتحمل ولله الحمد في عندي طيور أني اعمارها فوق ال 13 سنه ما شاء الله يعني عاش يعني مر عليها كذا صيف ما شاء الله تبارك الرحمن أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يبارك لك ويزيدك يا رب جزاك الله. الله خير ان شاء الله مبارك كلمنا عن انتاجه والمراعات هالامور والمكان المناسب نقول له والله يعني بالنسبه حق انتاجه طاووس انتاجه طيب م -م. واهم شيء المكان كل ما وسع له المكان وارتفع ارتفاع بعد يحب الارتفاع بالمكان م -م. يعني اقل شيء يكون اربعه باربعه م -م. ارتفاع من ثلاثه متر وفوق كل ما كان ارتفاع فوق يرتاح الطاووس وبالنسبه ما شاء الله عندك الانتاج بالنس بالبيض ما شاء الله بالموسم يعني معدل البيض من 25 الى الى 46 بيضه بالموسم ما شاء الله ما شاء الله اذا الله وفقك يعني مم. و... ويكون بعد العلف عندك يعني علف زين لان في اعلاف عندنا هنا ما شاء الله زينه. ما شاء الله شنو الاعلاف اللي والله حاليا اعلف انا كنت اعلف الفرس اللاقة ممتاز لكن فرس اللاقة احيانا يكون الطلبيات عنده تاخر شويه. صح فيصير عندنا قطعه بالاكل واختلاف بال اسمه في العلف. فحاليا استخدم والله علف السوبر سبيشال سوبر مم. ما شاء الله ممتاز وياه ما شاء الله انتاج محلي روح بعد. بعد هم ندعم المحلي بعد واسعاره حلوه وما شاء الله بيضه ال... هذا تحطونها بالفقاسه بالفقاسه ال... نفس درجه حراره الدياي نفس ولا يختلف نفس عندنا ما شاء الله فقاسه نايف مم. آه ما شاء الله تستقبل جميع انواع الطيور يعني آه الطاووس الفزن مم. الرومي الدجاج الحجل زين آه ما شاء الله نفس الدرجه حتى القطه وياهم. ما, ما شاء الله, الله انتاجها طيب. وكم بال... يوم يستغرق؟ من 28 الى 30 يوم. من 28 الى 30؟ اي يوم. الى 30 يوم. مم. بالسابق كنت استخدم الرومي اركك طبيعي. أي. احط البيض تحت الرومي موسم من شهر اثنين الى شهر تسعه. نحطه تحت الرومي ما شاء الله كل ما جاء يعني نحسب حساب يعني مثل ليله 27 نجي نشوف البيضة إذا مطققة فيها شو اسمه شناه وحطينا بيضة تحت بيض جديد حطينا البيض بالفقاسة لأن خلاص جاهز البيض ايه؟ لكن ما شاء الله اقول لك من طلعت فقاسه نايف ريحتني ما شاء الله ما شاء الله ايوه. الامور طيبه لا الامور طيبه الله لك الحمد ما شاء الله, الله يبارك لك ولا غير عليك شاء الله في الامراض تحوشها شيء والله الامراض يعني... العاديه اللي, اللي الكوكسيديا والتنفس والتنفس لكن انت يعني لازم تصير وقائي يعني حنا ولله الحمد كل شهر نعطيهم عشرة ايام من خمسة من خمسة ايام إلى عشرة أيام وقائي، نعطيهم فيتامينات ونعطيهم مضادات حيوية، الفيتامينات اللي هو انتروفيت والمضادات الحيوية فيروفيت، ناخذها من شركة معينة زين فالحمد لله ولله الحمد أمورنا طيبة. الحمد لله. الحمد لله عسى الله يبارك ما صارت عندكم هني تجمعات يعني في هني بالكويت وايد والله في 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 وهالسنه اول مره <applause> آه. سووا الشباب شهر 12 اللي طاف سووا آه. مزاد خاص حق الطاووس <applause> وكان في نقل واهتموا صراحه حتى الامريكان كانوا يقولون نتمنى طي... يعني هو صدق مزاد خ... يعني صغير <applause> آه. وهذا على قدنا <applause> المربين اللي بالكويت هني لكن سبحان الله انتشر وصل الامريكا ما الله حتى الامريكان يقول حنا نتمنى التجمع هذا طريقتكم أيه الله. طيب يقول نتمنى الطريقه هاي التجمع يعني المربين اللي بالكويت كلها تجمعوا ما شاء الله وكانت في بيعات حلوه وتعارف يعني في بعضنا احنا ما يعرف بعض الا بالتليفون ولا بالانستغرام ولا شو اسمه لكن سبحان الله الجمعة المزاد هذا إيه ما شاء ولله الله. الحمد وان شاء الله السنه الجايه هم ما. بيسوونه ما يكون احسن بعد الحمد ان شاء الله وان شاء الله السنه الجايه بنيكم إن, ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اخوي مبارك شنو تنصح الناس بتربيه هالطير هذا؟ والله مثل ما قلت الطير, الطير هذا ما شاء الله كل واحد يجيني يشوفه يستانس عليه يتولع يتولع اي انا تولعت تولع. اي وبعدين انصحهم انا بشغله واحده لا تاخذ شيء غالي خذ مبتدئ شوي شوي تدرج وطور من نفسك طور من نفسك شوف اخذ إيه. اخذ الطير لا أربع. تاخذ شيء غالي م. ولا سمح الله يصير لك يعني مثل يمرض الطير يصير في شيء تكره الشيء اصلا اذا خذيته غالي راح وايد تجابله مثل ما قلت أي. لكن لما تاخذه سعره مناسب م. يعني حاليا يعرضون عندي الشباب م. حاليا معروض عندي كذا نوع من الطواويس م. من مزارع العبدلي كل اسبوع يجيبون لي دفعه م. أسعارها مناسبه م. اعمارها سبع شهور على خمسين دينار م. بلاك شولدر الالوان عادية تبيض وتلقح؟ نثيا انا عندي هني مع التجربه يعني من دش السنه كمل عمره سنه تكون جاهزه. تكون جاهزه. الفحل سنتين ونص الى ثلاث، بس سنتين ونص انا ما اغامر فيه. ولو ان بعض الشباب قالوا والله انتج عندنا سنتين ونص، لكن ما احب اغامر فيه. ثلاث سنوات اوكي باذن الله يكون جاهز. طالع يعني والطاووس هو نقدر نهده برا ولا يطير؟ لا لازم تقرضه تهده برا. لازم تقرضه. لازم تقرضه عشان تعود على المكان. <applause> اقرض جناحه اي تقرض الجناح وتخلي تحديد. انا في ساعات ودك تحطه بالياخور اي بس 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 بس, بس. بس اذا هو اذا تعود على المكان م. حتى لو يطلع يرجع مره ثانيه م. لكن اذا من اول مره لا سلم عليه سلم عليه قول باي 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 إيه <تصفق يوت> باي باي عسى الله <تصفق> يعطيك <يوش> العافيه ومبارك ما قصرت على هالمعلومات الحلوه <تصفق يوش> يا اخوي وما قصرت على دعوتك هني وعسى الله يبارك لك ويزيدك ان شاء الله جزاك الله وبنشوف خير وبنشوف ان شاء الله الوان ما نبيها تخلص ان شاء الله باذن, إن شاء الل الل بإذن, الله. يعني بإذن الله ان شاء الله يا رب عسى الله يوفقك اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا وفينا وياكم ونلتقيكم ان شاء الله بحلقات اخرى سلام عليكم